تعال اقول لك لو انت ما بتحبش الشوفان تشربه ازاي بطريقه حلوه جدا جدا. طيب هتجيب الخلاط بتاعك، الخلاط ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن. يعني خليني كده انا بعمل كده احكي لكم حاجه. انا دلوقتي بدات دلوقتي اروح الجيم وبصحى كل يوم بفطر شوفان، فكنت بنزل يعني ستوريز كده انا بعمل الشوفان بقى وكده يعني، فلقيت ناس كتيره جدا جدا قالت لي احنا ما بنحبش اصلا طعم الشوفان وعايزين حاجه بديله ليه كبروتينات يعني والكلام ده. فانا قلت هو طعم الشوفان حلو وكل حاجه يعني وبحب اكله وكل حاجه، ولكن في طرق كتيره جدا كبان كيك بقى وفطيره وحاجات كتيره قوي يعني كده. فانا جيت فكرت وقلت طب ما احنا نعمل عصير شوفان يكون صحي وينفع للجيم وينفع لحاجات كتيره جدا جدا ومش مضر خالص ولا اي حاجه خالص. فمن هنا بقى جات لي فكره الفيديو اصلا يعني. طيب احنا كده حطينا شويه شوفان حلوين يعني كده هنا، بحطهم في علبه ابعوف عادي خالص يعني. تمام شوفان بقى هنا كده، هنحط لبن، انا بستعمل هنا لبن بودره خالي من الدسم يعني. ممكن انت تجيب لبن بخير وعادي وكل حاجه، انا عارف ان ده في ناس بتقول عليه مضر، ولكن يعني ايه بيبقى حاجه حلوه يا كده يعني وايه سريعه كده يعني. في الجيم بقى اول ما بصحى الصبح كده يا باشا بقوم حاطط كده ايه 3 معالق على شوفان وشويه ميه. تمام لحد هنا، وده عصير شوفان عادي خالص وبتزود عليه عسل ابيض وجده بيبقى تمام جدا جدا، ولكن بيبقى طعم الشوفان باين قوي قوي في العصير يعني، او بيبقى طعم الشوفان باين قوي قوي وانت بتاكل وانت اصلا بتحب الشوفان. فهنا بقى يجي دور ماجيك شوكولاته ماجيك. هتقول لي بقى ها بقى كده بدانا نخيب، انت رايح جيم وازاي تشرب شوكولاته وتحط سيرب شوكولاته وكده؟ لا، لو انت جيت بصيت هتلاقي ان خالي من السكر، شوكولاته ماجيك خالي من السكر ما فيهاش اي سكر خالص. بحط بقى هنا الو يا اسطى، حط بقى كده ايه حبه صغيرين كده يعني، هو مش حبه صغيرين قوي يعني، هو كده خالي من السكر اصلا بقى، بس ما تكترش منه قوي يعني يا زميل يعني، هم الحبه اللي حطيتهم كده يعني. ما تحطش بقى ولا سكر ولا عسل لو انت عايز تحط تمام، ولكن انا ما انصحكش يعني لو انت بتروح الجيم وكده يعني. انت اصحى الصبح يا باشا افطر الفطار الرايق ده وايه وادعي لي يعني. تقفل بقى كويس ونسمع احلى الصوت في الدنيا وبس كده تفتح بقى. يا الله على الريحه يا الله، بصوا اشربها كل يوم الصبح ودايلي. ممكن بقى لو انت بقى عندك موز تحط بقى بدل الشوكولاته، ممكن لو عندك اي فاكهه ممكن تحطها عليه يعني، ولكن بحب الموز جدا جدا. وفي فيديو تقريبا هنزله بكره او بعده يعني، كنت بنزله على التيك توك بس ممكن انزله هنا اوريكم الطريقه ازاي اعمله بالموز. بيبقى عصير بقى موز بالشوفان، بوم 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 بوم، جامد جامد جامد. مش عارف مدى صحيته او مدى تاثيره للناس اللي بتلعب جيم، ولكن انا السيرب الشوكولاته ما فيهوش سكر خالص، شوفان عادي خالص ولبن عادي خالص. لو عندك اي طريقه تعمل بيها شوفان غير الطريقه دي اكتب لي تحت في الكومنت ونعمل الطريقه اللي انت بتقول عليها. وانستجرام بقى روح تابعني عليه لان بنقدم هناك عظمه جدا جدا، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم. عظمه.